وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من لندن الإعلامي والمحلل السياسي محمد أبو العنين. سيد محمد، وزارة الخارجية البريطانية في تقريرها السنوي أدانت انتهاكات النظام الإيراني الصارخة لحقوق الإنسان، وأشارت أيضا إلى الاحتجاجات المستمرة في إيران منذ نهاية العام الماضي. كيف ترى انعكاس ما جاء في هذا التقرير على وضع النظام الإيراني؟ بطبيعة الحال يعني ربما تكون هذه الضغوط وهذه التقارير جزء من ما يمكن أن نسميه حملة دولية تستهدف الضغط على النظام الإيراني من أجل ربما تحقيق بعض المطالب. في تقديري أيضا أنه ربما أن الاحتجاجات التي شهدتها إيران خلال الأشهر الماضية إضافة إلى ما يمكن أن نسميه تشديد النظام في إيران للإجراءات في مواجهة الحركات الاحتجاجية، كل هذا الأمر بطبيعة الحال ربما يعني يشكل حالة تهديد، لكنها لا تمثل تهديد كبير في تقديري على النظام الإيراني، نظرا لأنه في النهاية يعني هذا في الشأن الداخلي سيد محمد. ولكن دعنا نتحدث عن الشأن الخارجي. بدأ واضحا أن المجتمع الدولي بات متحد لمواجهة سياسات النظام الإيراني التخريبية وأيضا دوره المزعزع لأمن واستقرار المنطقة. كيف ترى مستقبل هذه الجهود مجتمعة؟ يعني أعتقد أنه هذه الضغوط طالما أنها كانت يعني في النهاية لها دوافع أخرى غير حماية حقوق الإنسان وحريات الشعب الإيراني التي تنتهك يوميا والتي يتعرض لانتهاكات متعددة من جانب قوات النظام الإيراني، أعتقد أن الضغوط الغربية في النهاية دائما ما تكون تستهدف في النهاية التأثير على القرارات السياسية للبلدان دون أن تشكل حماية حقيقية للانتهاكات التي يتعرض لها أنصار ومناصر حقوق الإنسان. وأعتقد أيضا أن هذه الضغوط لا يعني لن تحقق ما يمكن أن يعني يرجى منها من حماية هؤلاء الذين تعرضوا. إذا من لندن كنت معنا الإعلامي والمحلل السياسي محمد أبو العنين، شكرا جزيلا لك.